اركب اركب يا الاسد اركب. ركبنا ابو حشر توكلنا على الله. اليوم ولا اعطيك الا انا اطلع بيابك من سواد. راي ضم معك. انت على اليوم؟ ايه. انا بطويك الاعداد كله. اخذنا جولتنا، جايين هنا وشفنا انتاج بعير جهة مرات. بعد الدوامي تقريبا 200 كيلو. وهالحين انا بنتجه باذن الله سبحانه وتعالى لا يقولص. وهالحين بنتجه ان شاء الله نظريه. حياك الله يا وجه الخير. ما لا لا ما بيمك يمي ما عليك. يا سلام. الله يرفع قدرك. انت وعمانك وش اسمه غازي. وغازي رجال طيب ورجال كريم اكرم عيال عمك. ما عليك زود ما عليك زود. والله اللي صار. ما عليك زود انت وش انت؟ سيبان ونعم وسبعين نعم سيبان مهذب لن يعرفه والله انه انا بماشي والله يعرف. طيب انا طالبكم اتغدون معي البيت عام وقلوا تم بس قل امين امين ان شاء الله جعل من جابك في الجنة. خطوتنا بعيد ونبضريه وبعدها لا لا بدون طلاق يا ابو مشي الهرب في الحوش قل لا اله الا الله انا بيتي بالاسكاني جعل من جابك للجنة والله والله ما نقدر محمد بن خالد بن محمد من خوالي رفيقتي انتم وياه. اي ونعم ابو محمد. ايه بالله من خوالك. من خوالي والله. والله 70 نعم ابو محمد. غلط. جعل عمرك طويل. غلط غلط والله ما نك والله ما نك. بعد عام. اعطيك سبيل السوق اشغلك شغلات حماسيه ترقد شوف اذا انت وش اللي متعبك وش اللي سوق انا انت ليش ترقد انا عمسان ابغى الحل المنتج عمسان ترقد انت ما في حل منتج ما انت بجايب فحل منتج وانت اللي مشيت بالسياره 5 كيلو رقدت يا ولد انضغط انت ليتك ترجع لاهلك سالم انا انضغط ولا مغطى حتى راتي بالنوم والله اي والله يا ابو حشر بيضاء وجهك ابيض عزيزي بليت سبدي خلاص مره ما عادك علي درب ما الحك لايم ولا حد يفتح فمه عليك مره انا كبيدك يعني الحين اروح في الطيارات وسافر لا زي ما تبغى وطرد الاعلانات ما حد يقول لي شيء بس نبا ايش تبون انتم؟ ما انا مخليني نبا ها نلطش ضراب ومعها ومعها ولكن عزي الله الفحل جاء ما في كلام يعني خلاص هذا يسدكم هالحين مؤقت يعني كم شهر شهرين يسدنا سنين ما شهر وشهرين والله العظيم اي أيوة والله والله تستاهل طبعا انا واجد تستاهل والله وجهك يا ابو حشر طيب هالحين من يبي يسوق بتسوق انت ولا سوق انا مننا نرجع لو تبي انا اشيلها على ظهري اشتريت واروح انياقي وش بعدها كم كيلو قريب كم 500 كيلو اول شر قريب وانت اللي ركبنا رقدت وقلت قريب من انا قريب ما يبي قريب تبي انا اسوق اخاف انك تسوق وترى كمان احط البعير بشنطه اللكزس وش تبغى بس توكلنا على الله اركب اركب ان شاء الله والله ما خليك تسوق لو ما قدر انت اركب مساكم رب الخير والرضا والنعيم من ديارنا نمران وام الدوم مثلكم عارفين جيت سهرنا البارح ويوم وصلنا ما وصلنا الا الفجر قالوا العيال ما تروح قلت يلا يجينا انا مو طعن عيالي مو طعن وبروح قالوا حنا جايينك في الرياض يعني ما تجلس معنا الليله وتسمر ويكند قلت توحوني تم لا انا لازم تكون سلس لا تنشبها ولا اخذت حاجتك قلت خلاص انا ماشي تبون ولا ما تبون هذا غلط كرامه علم الغانم شبت نار وبر سندت على جوي وتممت قبل امشي واروح للطلعه بوريكم شيء يا جماعه هالمقعدة ضروري تكون في سيارتك يا أخوي الغالي واختي الغالية أنا أتكلم عن الرجال يا جماعة هذه المقعدة اللي يمسكونه خطوط طويلة واللي يجلس على مكتبه الفترة الطويلة ولا حتى في صالة بيته وكراسي بيته ضروري تكون عندك لأنها مريحة على ظهرك وعلى فقرات ظهرك واللي يعانون من مشاكل أسفل الظهر يا جماعة أنا سويت عمليتين أسفل الظهر بسبب الجلسة الطويلة فهذه ريحتني كثير
طيب بخير نورت الدير. الله ينور اياك. انا اعلن اعلن انا اتوم لا انا لا هي اي والله بصليه يا ابو اهم شيء وقاه الزين لا لا ابشر لك بوحده من اوتو ما انا جربت هذه يا ابو بندر مشوارين او ثلاثه على كيف كيفك ها والله ما ترجع بيض الله وجهك ما شاء الله تبارك الرحمن اي هذا الزين هروح الحفره الباطن وانت مبسوط والله ليش كنت تحط هذه يا ابو بندر على المقعده والله مزمنها يا ابو غازي ما تحس بالتعب والناس اللي يجيهم نواصير مدري بروستات مدري امراض هذه حقتها مقعده الله يشفينا ويشفي كل مريض ابد يحط هذه وينساها مره انا صرفها لي الدكتور والله ما صرفها لي نصحني بها في فتره من الفترات سويت عمليه قال استخدم المقعده هذه ما اقدر اجلس يا ولد ما اقدر اجلس فرهيبه جدا على مكتبك رهيبه والله ثلاث سنين وانا استخدمها يود لقيت الراحه عدنا اجي من حفر الباطن 1000 كيلو ما احس بالتعب الحمد لله فكنا الله من بعض الالام ولا تعب الحمد لله فكنا الله منها هذه طبيتنا اقوى من اللي كانت عندك بعدين حقت الظهر رهيبه يا جماعه نفس خاصيه المقعده بعدين تخلي جلستك مع المقعد يا رات يا ولد لهم بيقولون وش الشخصيه البارزه هذه انا مستعد والمقعده هذه معي في السياره اني امسك 2000 كيلو ما تعبت اي نعم وانتم تعرفونها وجربوا وحكم سعرها يا اخوان ب 93 ريال شامل الطريق ابو ترى في راس القلوله عانى في راس القلوله في راسي اي والله عانى تعلي توسك اي جرب عطى فوق جنب فوق جنب اخر عند اربه العلوم يلا حي يلا حي لا تعبت يا ابو ترى يلا حي اليوم محلق ومصنفر انا محلق ما رقدت من البارح ليه الحين ده في موطن خلع عرب انا من البارح ادور الليمون كيكت الليمون هذه هابين عندنا فيها بديره ثم مغلق منقطع الليمون من مش لابس الطايف يجيبون ليمون لا هي اي والله ليتني اطرب لها كل جوال الزعفران مع العويدي ذعرها صبه الماضينا التجارب بلا افعال سلمى الرجال اللي تلا مع عشره والله ما انكب حكيك كان جبت لنا دليكه يا ابو ترى هذه ساعه قام بعت عدره في الديره الديره ما تمر غير ريحه ليمون مسببين ازمه في البقالات الليمون هذا داقنا اليوم على واحد من الحويجه تتاكد ان هذا ليمون هذا ليمون مشوي يا ابو غازي اه هذا اللي اذبحه انتم ما تعرفون اصلا انتم ما تعرفون غير شوف اللي شوفوا له والله ما ادري الظاهر ليمون اسود ولا برتقال شوف شوف يا اخوي لونه غريب مشوي مشوي لا توسخ الله انت وسخ ما تحب ريت كل على وسخه التكنولوجيا هذا جديد والله يا العاطك عاطك ابوي عالم العب يا ريجي تكسر هذه قويه هذه لا هالشهيه ولا هالشهيه معي شكيه ذكيه ذكيه لا ذكيه ذكيه اصلا بالديره والله ما يعرفون غير خريطه النحل والبسبوسه والبسبوسه عام جبل نظر الشريتين الثاني بها كل طلعي ما غرغره صح كل ما جينا مع بسبوسه ما غير تحت برتب بسبوسه ما اصلا الحل لا والله ذرك يا ابو ترف ما انكب على شكلك متطور وتكي لا التكنولوجي تبان التكنولوجي بر كله موجود مره بعد زينك زين والله ما انت بصي والله ديمقراطي انا ديمقراطي انت ديمقراطي صادق في العمر اللي قلته ولا لا انسان صادق ما تعشان وسرانا الله لا يعوق بشر غير الموتر موتر يا ابو يا ابن حلال مثل هذا تتلقى والله ما تجيب مثله موتر نظيف وورده ولا مشى ومحافظين على طول هالسنين هذه معنا نروح على ونجي على وتبدله شوف انا فيني عقده نفسيه ترى من قبل حتى يوم كان ما معي فلوس الى اخذ الموتر معي سنه 7 شهور 8 شهور ابيعه مع اني ما اشتري غير احسن موتر انت بالعلم اي والله يا علتك هذه انها قويه ما لي ولد الموتر هذا مهم من باع الله لا يعقب شر لو تلازم بالحلوق طيب وش تحط مكان لكسس لكسس جيبي يجي هنا اي ما ليش ما يجي؟ على الصحراء ونجي؟ لكسز ما هو باي لكسز يا اخي احس لكسز احضري كذا لكسز ادور لي 15 من فتره ولقيت الموتر وبشتري نظيف اي نعم مثل هذا انظر ورده ورده قل والله اي نعم
تعرفني انا ما يحتاج تحقق مع التحقيق. انا اؤمن بثقافتك في السيارات وذوقك، والله اؤمن به. انت رجل والله ناجح في السيارات، في عالم السيارات اخذ وانت مغمض من عندك. لكن اللكسس والله نقنص على ونطلع على اهلية ليه اقنص نروح ونجي اقنص على واطلع على ولا عندي فيه والله. اي نعم. وهذا صملت على تبيعه اها والله هذا انه ما ينبع. ما في لمبات لك؟ لا ما في، ما في دروج، ما في تبي تطلعني العرض؟ ما علو اشتري العزب بدون دروج. قرت ما تيك. وش المشكلة رد عايدي. هذا باع موتر خلانا في الحج بدون موتر. يا عيال انتم لا تحزنون، انتم مالكم غير موتر يوديكم. يا ابن اخوي احنا نبى غير عادي، نبى كلشت. يا ابو ترف. دب العصا. يا ابو ترف اتعبني في المدينة، انت تشوف الوضع امس في الرياض. يوم رحنا للغرابي كيف؟ جيلكس لا تبيعها. ويش؟ جيلكس بيع ولا تبيعها. ما عندي جيلكس، يبي يقول الجي كلاس. الرنج ما بلا البيع. هذا والله هذا والله. انت ما لعنك ما تولع لمبة غريب ريموت وانت جالس. شفت اللي بيشريه؟ اي ياخذنا معه فموت مجانا. يودي لي مكان. يا رجل باكج اثنين، واحد ورا واحد باكج ولا ورا مره واحد لا ظل. انا والرجال الصقر مهر البومه كلها مواتر وتودي. لا والله الصقر يختلف عن البومه. اي والله فرق. بيتنا واجبه بالسلاله كلهم من التراب. والله ما ادق ما اري. ليش يا ابو ترف تبيعون موتر وتخلونه في المهميه؟ يا ابو ترف انت مخاويني ما انكم خان. لا انا مخاوني موتر. نعم منقطع الصرف مرتاح. أنت ليش حزين طيب؟ والله ضيم على أنا شوف اللالة. شوف هذا اللي بتشيك. ما شاء الله. هذا المنظر اللي بتشيك. وقفتي يا أخوي ولمعته لمبات. كل شيء وش غالك؟ تحرامك على اللالة ظهرت على الله يظهر على إبليسك. أنا ليتني ما علمتكم لأن أنت عشا. ما أنكم ذايقين عشا. أسر للرسل كموت نروح أخذ من عند موت. خليه يعشيك. خليه يعشيك. نعم. ورعيرجك ترى ما حصل ما حصل شيء. انا عندي نيه بس ما حصل لا الحين شيء. يعني ما تبايع؟ أبس تخير ابشر وبس. انت تستخير إيه؟ بس مبيتها مره.